ودلوقتي هنتكلم مع بعض عن الكيرتن وولز. والكيرتن وولز هي نوع من الحوائط على حسب تصنيف الريفت. هي حوائط بالفعل، لكن حوائط زجاجية، وهنبتدي نشوف مع بعض ازاي نقدر نطبقها. في الوول تايب في عندنا حاجة اسمها كيرتن وول، دي فاميلي جواها تايبس شهيرة زي كيرتن وول واكستيريور جليزنج وستور فرونت، كلها بتشترك مع بعض في ان هي حوائط زجاجية ليها نفس المكونات تقريبا. فلو ابتدينا في شغلنا ورسمنا مثلا جينيريك وول عادية، ورسمنا جينيريك وول عادية تانية جنبها شبهها، وابتدينا نشتغل بكيرتن وول اللي هي نوع ستور فرونت، ابتدي الاقي لو جينا نقف 3D ان كلهم وولز، لكن دي وول زجاجية ودي وول عادية. طيب هنجرب كده نخلي الوول دي شوية نحركها على جنب. أحيانا بنشوف في الديزاين بتبقى كيرتن وول أو وول عادية وجزء منها كيرتن وول، إزاي نقدر نعمل حاجة زي كده؟ لو جينا نختار أمر الوولز واخترنا الكيرتن وول، وابتدينا نقف على السنتر لاين بتاعة الوول نسناب عليه ونبتدي نرسم جواه، هلاقي ان اوتوماتيك هو الريفت فاهم ان ممكن الكيرتن وول تبقى جزء من الوول العادية زي ما احنا شايفين كده، فهو عمل تريم لوحده وقص جزء من الوول ودخل جواه كيرتن وول. وقول اكتر من كده ان احنا لو عملنا سيلكشن عليها وجينا نعدل في الارتفاع بتاعها من هنا، طبعا عارفين في البروبرتيز في عندنا امر التوب كونسترين هنخليه بدل ما هو 8 متر هنخليه 6 متر، 6 متر يعني 6000. ايه اللي حصل؟ لقينا ان الوول الاصلية رجعت استكملت نفسها تاني، طبعا العملية دي مفيدة جدا في الديزاين. وهنلاقي ان في شويه اوامر مشتركه موجوده في الولز العاديه موجوده برضو في الكيرتن وول زي البيس كونسترين والتوب كونسترين والاوفست بتاعتهم. الاختلاف بقى هنلاقي ان في فيرتيكال جريد وهوريزونتال جريد، طبعا دول ممكن انا اغيرهم لو انا عايز اغير الزاويه مثلا بتاعتي، على سبيل المثال اخليها مايل على 45 عادي هيعملها لي، لو عايز اخلي الجريد الثانيه تبقى مايل على 45 برضو او على اي رقم تاني هيميل زي ما احنا شايفين كده. طيب هنعمل اندو كده ونبص تاني علشان نبتدي نتعرف على مكونات الكيرتن وول. ايه مكونات الكيرتن وول اللي انا عامل عليها سيلكشن وفي هايلايتر عليها بالكامل؟ دي اسمها كيرتن وول والنوع بتاعها ستور فرونت. لو جيت ادوس تاب على الكيبورد وانا بعمل سيلكشن هلاقي عمل لي سيلكشن على حاجه اسمها كيرتن وول موليوم زي ما احنا شايفين كده. ايه الكيرتن وول موليوم؟ عندنا الكيرتن وول بتتكون مكوناتها الاساسيه هي ايه؟ هي في حاجه اسمها كيرتن جريد اللي هي الخط الدوتد اللي احنا شايفينه ده المنقط، هنلاقي كل المحاور اللي عليها موليومز بتبقى اسمها كيرتن جريد، هي دي الشبكه اللي على اساسها الوول متقسمه. وهنلاقي ان في ممبرز والممبرز دي ما بينها بانلز، البانلز دي متربطه من خلال الموليومز. لو حبينا نغير، هي طبعا باي ديفولت تبقى ازاز، لو انا عايز اخليها ماتيريال تانيه ممكن اغيرها. ازاي الكلام ده؟ هلاقي ان هي باي ديفولت معمول حاجه اسمها بن، بن ده يعني مانع عن اني اغيرها. لو دوست ان بن عليها كده هقدر ان انا اغيرها. لو جينا نشاور عليها هتلاقيه كاتب prevent or allow change of element position. تمام كده انا ممكن اغير التايب بتاعتها من تايب سيلكتور
هي جليز يعني ازاز، ممكن اخليها سوليد زي ما احنا شايفين كده، اتحولت الى سوليد. طيب ده كلام عظيم. طبعا فكرة ان انا اعمل ايديت بروفايل متاحة برضو حتى في الكيرتن وولز، ممكن اخلي عادي جدا، ممكن اخلي الول يبقى فيها تغيرات وابتدي برضو بحقق نفس القواعد ان انا ما اعملش انترسكشنز او اوفرلابنج لاينز او ان كونكتد اوت لاين. لو حققت طبعا الثلاث شروط دول اللي اتكلمنا عنهم في الولز، هلاقي الول لما اجي اعمل علامه الفينش اديت مود هلاقيه بتشتغل معايا. تمام، ادي اهي كيرتن وول وشكلها غير منتظم ومتغيره زي ما احنا عايزين. ممكن برضو نطبق نفس القواعد اللي اتكلمناها في الولز العاديه اللي هي فكره الاديت تايب دوبليكيت، واسمي اسم جديد وليكن مثلا ستور فرونت 2 زي ما هي، وهلاقي ان انا في بعض الاوامر اللي ممكن اتحكم فيها خاصه بالفيرتيكال جريد والهوريزونتال جريد اللي هي الشبكه اللي على اساسها متقسم الوول بتاعتي اللي اتكلمنا عليها، وفي عندنا الفيرتيكال موليونز اللي عاده بتبقى راكبه على الجريد. فالفيرتيكال جريدز دي ليها علاقه اللي هي تقسيمه الكيرتن وول هتبقى شكلها عامل ازاي. طبعا في كذا طريقه للتقسيم، ماكسيمم سبيسنج، مينيمم سبيسنج، فيكسد ديستانس وفيكسد نمبر. على سبيل المثال فيكسد ديستانس هو بيقول لي ان المسافه ما بين الجريدز هتبقى ثابته ايا كان طول الوول. الثاني بيكمبرومايز شويه العروض بتاعه اللي هي فيكسد نمبر دي، يبتدي كومبرومايز الدنيا شويه او يتواءم مع الطول بتاع الوول، انك انت ممكن يبقى عندك هدف انك انت تحقق عدد معين من الجريدز فهو يلتزم بيهم مهما كان طول الوول وهكذا. طبعا الكلام ده برضو ينطبق على الهوريزونتال جريد. خلينا نغير السبيسنج كده ونشوف ايه اللي هيحصل. هو عاملها متر ونص تقريبا في 2 متر 40، هنجرب نخليها متر او 2 متر مثلا الفيرتيكال. لا الفيرتيكال ممكن نكتفي ان هي تخليها متر، ونخلي الهوريزونتال تبقى 3 متر مثلا، نشوف ايه اللي هيحصل. ندوس اوكي. تمام، زي ما احنا شايفين النسب اتغيرت والمقاسات اتغيرت. ممكن نعمل ايديت تايب تاني ونجرب حاجة تانية جديدة، نجرب نغير المولونز نفسها. المولونز هنا لو بصينا هنلاقي ان القطاعات بتاعتها مستطيلة. انا ممكن اغير القطاع ده، انا هسيب البوردرز اللي هو الخطوط الخارجية، وهغير الداخلي فهخلي الانتيريور مثلا سيركلر موليون، واخلي برضو الانتيريور اللي هنا سيركلر موليون، وادوس ابلاي واوكي واشوف ايه اللي هيحصل. زي ما احنا شايفين خليناها دائرية. طبعا النهايات احنا مخليينها ريكتانجلر، فطبعا التقاطع بتاعها غريب شوية، فالمنطقي طبعا ان احنا نخلي كله دائري علشان شكله يبقى منطقي. طبعا في انواع تانية كتير، احنا بنجرب بس كده ساندل وندوس ابلاي واوكي، الاقي ان العلاقات بقت افضل شوية. تمام، ده كده كلام كويس. طيب هنفترض مثلا على سبيل المثال انا عايز افتح تو بانلز على بعض، مش عايز الممبر اللي في النص ده، اعمل ايه؟ هفضل ادوس تاب لحد ما اجيب الموليون، هاجي امسحه وادوس ديليت، مش راضي يعمل ديليت، مش راضي يعمل ديليت خالص، حتى امر ديليت هلاقيه ملغي من هنا. اعمل ايه؟ لازم الاول افتح البان دوت، اعمل ان بان وادوس ديليت على الكيبورد، هلاقيه اتمسح. شايفين الخط الصغنطوط الوهمي ده؟ هو ده الكيرتن جريد، هو ده الكيرتن جريد اللي احنا بنقول عليه. طبعا هو خط وهمي كده بس للتقسيم. طيب
هل انا ممكن برضو الغي هوريزونتال موليوم؟ اه طبعا ممكن الغي، ممكن الغي ده، اعمل سيلكشن على الموليوم ده والموليوم ده واعمل ان بين ليهم، اختصارها على الكيبورد يو بي وادوس ديليت هنا على الكيبورد الاقيها اتشالت. طبعا كل دي حاجات انا ممكن اعدلها في الكيرف نقول حسب الديزاين بتاعي. طيب لو حبيت ان انا ابدل دي واخليها سوليد، ممكن اخليها سوليد من هنا. كل دي حاجات انا اقدر اعدلها براحتي. طبعا لو دخلنا على ايديت تايب برضو وبصينا تاني على الكيرتن وول وجينا مثلا نغير الكيرتن بانل، بدل ما هو جليز من هنا احنا ممكن نغير الكيرتن بانل باي نوع وول موجود عندنا، تمام زي ما احنا شايفين كده. ممكن اخليها سوليد اصلا، طبعا مفيش حد بيعمل كده يعني، بس احنا بنوريكم بس الموضوع ممكن يوصل لايه. بقى نوع تاني خالص زي ما احنا شايفين، عملنا اندو طبعا.